انت جاي قبل الطياره بكام ساعه تقولي الكلام ده؟ ما توترنيش بجد يا حازم، انا اصلا مش ناقصه. مش بقول لك كده عشان اوترك، انا بقول لك كده عشان اكتشفي وانا مطمن ان هعرف اجيلك. انت بتشيلي بتادم اللي فيه ليه؟ مش فاهم الموضوع ده، مش هنتكلم فيه تاني ماشي؟ انا عارفه ان انت متوتر عشان خلاص قربت اسافر وكده، وانا كمان متوتره، بس صدقني احنا متكلمين في كل حاجه ومرتبين كل حاجه. لا لا احنا مش مرتبين اي حاجه، يعني مثلا لو عرفوا ان انت حامل هناك هيرحلوكي، هتجيلي هنا مترحله. انا اصلا بطني صغيره والجاكيت اللي انا هلبسه واسع. لو ما عرفتش تطلع الفيزا هنعمل ايه؟ ما احنا متفقين هرجع عادي. انت ليه بتقدر البلا بس قبل وقوعه ليه؟ عشان الراجل اللي بيطلع لي الفيزا قالها لي على بلاطه. الراجل النصاب اللي عايز يطلع منك باي مصلحه ده. انا مش هقبل ولا بيطه عشان يضحك عليا. انت عارفه كويس قوي الورق اللي معايا ما يطلعليش امريكانا بلازا. تقوم تديله كل اللي حيلتنا؟ احنا عندنا كام الف جنيه بس؟ هنا فين الكريدت كارد اللي جبته لك؟ ايه؟ ليه؟ فين بس؟ ايه هو فين؟ في المحفظة بتاعتي او في الشنطة اللي انا هسافر بيها. شفتي بقى؟ او دي ما تنفعش. الاتنين هسافر بيهم. مش هينفع يا هنا، مش هينفع اسيبك لوحدك هنا. عشان عيلة وهبلة ومش هعرف اعمل اي حاجة لوحدي. ايوه ما بتعرفيش تعملي اي حاجة لوحدك. كده. ايه اتفاجئتي؟ انا بالنسبة لك خلاص عندي وقف النموذج. فضلت تبص من ورا الخيارة. قفلتي الباب ليه؟ يا هنا سيبني لوحدي دلوقتي يا حازم. قفلتي الباب ليه؟ انت مش عارفه ان الاكله بايظه؟ افتح لي يا حازم. حاضر حاضر حاضر. يا حازم افتح لي والنبي. افتح لي بسرعه. ممكن تهدي؟ حاضر. معاكي موبايلك؟ ايه؟ موبايل معاكي؟ طيب نوري النفس. اتفرج على اي حاجه، انا هروح لغايه المطبخ اجيب مفك وارجع لك على طول. ما تخافيش يا هنا. ما تخافيش. انا مش خايفه. انا جاي خلاص يا هنا اهو. وانت ايه اللي بيخلوش عندك ده؟ بفتح الباب. بايه؟ فرشة السنان. لو سمعتي هنا ابعدي عن الباب، مش هتعرفي. لا هعرف، ما تقولش كده يا حازم بقى. بطل تقول مش هعرف دي. انا هعرف وهخلي بالي من نفسي كويس قوي لغايه لما تيجي. ما تقولش كده، انا هبقى عامله زي الستات النصر. وهتشوف. هتشوف يا حازم. ماشي يا حبيبي. ابدأي عملية الرضاعة. العملية في بدايتها هلا. والله العظيم يا هنا أنا مش قصدي ضايقك. أنا بس خايف عليكي. ما اقدرش اخاطر باي حاجه تخصك. ترضعي الطفل في وضع الحمل. وانا هتعب نفسي معاكي ليه؟ يا ماما انا قلت لك مش هاخد اكل معايا، هيرموه. يعني ايه هيرموه؟ امال هتاكلي ايه انت واللي في بطنك؟ هاكل زي ما الناس بتاكل، هما خمس ايام وراجعه تاني. يا حبيبتي لا، انت مش زي كل الناس، انت حامل. طيب معلش بالراحه، انا ما فيهاش حاجه، خدي الاكل معاكي جربي يمكن يعدوكي. قول لها يا ابني مش كفايه ان انا سمحت لها تسافر؟ مش انا سمعت الكلام الدكتور بنفسك وقال ان الطياره امن للحامل من العربيه؟ وليه؟ ليه افضل قاعده خمس ايام حاطه ايدي على قلبي؟ ليه ما بناقص؟ كفايه بقى يا امي، ما تصعبيش الامور عليا اكتر ما هي صعبه. مش يمكن تكون دي اخر مره نشوف بعض فيها؟ لا 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 لا، ملوش لازمه خالص الكلام ده. وحيد الله كده. شوفي ماما، شوفي ماما. هلا.
انتي ممكن نهدى؟ نهدى ايه؟ انا بفكر اقول لها كل حاجه دلوقتي. تقولي لها ايه؟ هو ايه اللي حصل اصلا عشان نقول لها؟ عشان اتفقنا هنقرر كل حاجه اخر يوم، صح؟ سيبها لي شويه بقى. مدام هنا اتاخرنا اذا سمحت، الوفد كله جوه. حاضر يا استاذ طلعت. خلي بالك من نفسك ومن ماما. انت كمان خلي بالك على نفسك. ناسي قوي تبقوا معايا. يستعجلوني. تأكدي ان ورقك تمام وكل حاجه معاكي. الباسبور والفلوس وكارت الفيزا. تمام. Welcome to United States of America. Thank you very much. عديت. عديت يا حازم خلاص. بتقولي ايه؟ بقول لك عديت خلاص. الحمد لله. الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي. مام. مام. Wait. Hey. الحقني يا حازم، الحقني. الو هنا، انا مش سامع حاجه. الو هي مام ويت. انا مش سامع حاجه، انت كويسه؟ حازم هنا. ستوب مام ستوب. الحقني يا حازم. الو قول لي اعمل ايه. قول لي. Is it yours? Yes. Were you making a phone call during the check-in process? Yes. My husband was worried for me. May I see your passport? Not allowed to make any phone calls or make any recording devices during the check-in process. Now, why was your husband listening in on the conversation with the officer? Hello, anything wrong? She is with us. She got lost. Coffee. Very sorry, really. First time for me to travel. I don't know, really. Thank you very much. Thank you, my friend. تفضلي مدام. تفضلي مدام. أنا. أيوة. أنت كويسة؟ سامعني؟ كويسة. كويسة جدا يا حازم. أنا عديت. عديت يا حازم. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله على سلامتك يا روح. أنا كمان لقيت زمايلي. أول ما أخد الشنط وأخرج هكلمك على طول. ماشي. أنا بعدك أنا مستنيكي. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. أحب أقول لكم الحمد لله على السلامة يا جماعة. الله يسلمك يا أستاذ طلعت. ثانياً أحب أعرفكم إن إحنا هنا في أمريكا مش في مصر، فلازم نلتزم بالتعليمات والنظام وندي صورة جميلة عن مصر، واخدين بالكم؟ فأم أنتوا مسؤولية في رقبتي. بكرة هناخد الأتوبيس ونخرج ونشوف أمريكا كلها وكل مكان أنتوا بتحبوه، هنعمل شوبينج وهنزور. بس أرجوكوا التعليمات، محدش يرمي حاجة من الشباك، محدش يشرب سجاير في الشارع العام، لأن في ناس بتكره السجاير. ونقول لكم رحلة سعيدة وإن شاء الله تدعاتي تاني وتالت ورابع. السلام
باسبور حضرتك يا استاذه هاله. شكرا. باسبور حضرتك يا استاذه هاله. حاضر. شكرا. Hey, lady. Can I get a light from you? What? I just need a little light. No. It'll just take a minute. No. Where is Diego? Is it safe? Sure. Cops never pass by. So if you want it, transfer the money, or I'll give it to somebody else. Thank you. حازم، الشقة طلعت مش نظيفة، وبعدين في حتة كلها لبش كده. أنا معرفش بقى الفلوس اللي معانا دي هنعرف نأجر شقة تانية ولا لأ. فكر كده في الموضوع وقولي. What do you say? I have no passport, but after 2 weeks I bring a document from embassy. Okay? I don't need your passport. No passport? No. Okay, thank you. So you want it or not? I will think. حازم
أنا تمام والشقة كويسة. حاول الفلوس. معلش طنط بس تليفون شغل دقيقة أكون مع حضرتك. هو في إيه؟ ألو حازم أنت فين؟ هديت عشان نعرف نتكلم؟ يعني أنت فعلاً لسه في أمريكا؟ أنا قلت لك إن أنا مش هرجع. وأنا كلامي ما بيتسمعش؟ مش أنا قايلك ترجعي؟ يا بنت الناس مش إحنا متفقين بعد اليوم الخامس أنا اللي أقرر؟ أنا هقول لك بس إن اللي حصل. افتحي بقك تسمعيني وإلا قسماً بالله العظيم يا أنا. ديجو ولا انت بتكلمني كده ليه؟ وبعدين انا عايز اعرف ايه اللي حصل خلاك تغير رايك وتقلب الترابيزه بالطريقه دي؟ فوق نفسك. مش عشان فتحت لك علبه صلصه خلاص هتفتكر نفسك بقيت بني ادمه. انا بني ادمه غصب عنك واحترم نفسك. انا اصلا مش عايزه اتكلم معاك. انت ما تفتحيش بقك تسمعيني وانت ساكته. الباسبور بتاعك اللي انت ماشيه من غيره بقالك كام يوم يا هاني ومش قايله لي في المطار ها؟ طلعت عمل محضر وسابولك هناك. انا كلمت القنصليه وقالوا لي ان عادي ممكن اطلع بدل فائت. اخذ لك تذكره على اول طياره نازله مصر. الكاش اللي معاك تصرفي منه لغايه ما توصلي. كريدت كارد خلاص انا قفلته. That's your man for sure. Tell him to go to hell. طب اسمعني. مش هسمع حاجه ولا افهم حاجه غير وانت قدامي. حازم لو سمحت بطل طريقتك دي. انا هطلع دلوقتي على المطار تستني لغايه ميعاد الطياره. انت بتعمل كده ليه؟ انا بعمل اللي انت كان نفسك فيه. انت مش فاهم حاجه. لا يا حازم مش كل حاجه على مزاجك. وانا مش هكرر كلامي يا هنا قسما بالله العظيم لو ما شفتك قدامي في مصر تبقي طالق. تبقي طالق يا هنا سامعاني؟ مين دي اللي تتطلق؟ بقى هنا بنتي ناويه تولد في امريكا. اصل احنا طنط بلا اصل بلا فصل. انتوا بتستغفلوني. يا ماما هو بيقولك ان هما ما كانوش عارفين. هتلاقيك انت كمان كنت عارفه. اقسم بالله ما اعرف. طنط ما حدش كان يعرف حاجه صدقيني. احنا كنا مين نقول لك. طب اتفضلي انجري قدامي. على فين بس يا طنط ما ينفعش كده. قلت انجري قدامي. ما ينفعش تقولي كده يا طنط لو سمحتي اسمعيني. حازم حازم ما تقلقش اكيد هنا هترجع. روحي ورا ماما روحي ورا ماما. معاهم اتشامبر بعد اذنك. يلا بسرعه اتشامبر. ازيك يا حازم؟ انا كويسه ما تخافش. والبيبي كمان كويس. انا حاسه ان بقالي سنه بعيد عنك. انا مش مصدقه انك هددتني بالطلاق. انا متضايقه منك. عموما انا عارفه ان كل ده من ورا قلبك. بس انا عارفه ان احنا اول ما نشوف بعض هننسى كل حاجه وحشه حصلت. وعارفه ان انت كمان متضايق. زمانك قاعد لوحدك على الكنبه وساكت كالعاده. بس انا كمان متضايقه قوي من كل اللي بيحصل ده. أنا آسفة إني ما رجعتش. والله العظيم أنا حاولت بس ما عرفتش. كان نفسي تسمعني. كان نفسي ما تعبش قوي كده عشان تثق فيا حتى لو شوية. أنا هكمل يا حازم. أنا هولد هنا و... وهستناك في المطار
وانا راجع مع ابننا ومع الباسبور. بحبك. يارا ازيك وزي ماما؟ انا كويسه ما تقلقوش عليا. بلغي حازم وماما ان انا هولد هنا ومش هرجع قبل ما اولد. حضرتك بصوت عالي؟ هناء سالم وحازم ابراهيم. دكتور لو سمحت بس طمني عليها. ان شاء الله خير، اطمن عليها. الحمد لله على السلامة. دكتور قال لك حاجة؟ لا ماليش حاجة. بس اطمني، المرة دي هتظبط، أنا مطمن. أنا المرة دي مش مطمنة. شكل الدكتور وهو خارج مكانش يطمن. حاسة إنه مش هيثبت زي المرة اللي فاتت. طب هو الدكتور هيعرف منين يا حبيبتي؟ لازم يعدي أسبوعين عشان النتيجة تطلع. وكمان قدر الله لو ما ثبتش، معلش شهرين تلاتة ونجرب تاني. لا، أنا مش هجرب تاني. مش عايزة كل شوية بعشمك وأعشم نفسي على الفاضي. طيب بصي يا حبيبتي، احنا كلها اسبوعين ونعرف النتيجه، ممكن ما نفكرش في حاجه، بعد اسبوعين نبقى نقرر. لا، ساعتها انت اللي لازم تقرر هتعمل ايه. يعني ايه؟ مش فاهم. انت لازم تتجوز واحده صغيره تخلف لك ويبقى عندك عيله زي ما مامتك عايزه. انت هبله، اتجوز ايه؟ بلاش الكلام العبيط ده. كنت عليك من ده بايه؟ انا بقالي سنتين شحطتك في المستشفيات والمعامل على الفاضي. مفيش حاجة اسمها على الفاضي هنا، مفيش حاجة اسمها على الفاضي يا حبيبتي. أنا لو لا قدر الله ربنا ما قرتش هيبقى ده نصيبنا. هنعمل إيه؟ المهم إن إحنا مع بعض، صح؟ بس أنت تستحق إن يبقى لك ولاد ويبقى لك عيلة. مش أنا كفاية عليا أنت وخلاص، أنا مش فاهم إيه؟ في إيه؟ إيه البنج ده مضروب ولا إيه؟ عامل معاك هناك ليه كده؟ يا ما غيرت دور التخدير ده. وانت يا عم اصبر بقى، ما تكسفنيش قدام امك القمر دي. طب يا هنا معلش، ممكن بس تعملي لهم طبقين كورن فليكس لغايه ما اخد التليفون ده؟ اه طبعا. شكرا. الو هنا. نعم. قولي لام عيا تعلق على الشاي. حاضر.
حصل خير، حصل خير ولا يهمك ولا يهمك يا بنتي. أم عايه؟ نعم. طلعي الشاي ولمي السفرة. أنا يا حاضر. اتفضلي. أنا زعلانة منك. أنا؟ ليه؟ أنت تصدقي إن أنا أقول لحازم يسيبك أو يتجوز عليكي؟ ده حتى لو حازم جه قال لك الكلام ده ما تصدقيهوش. والله يا طنط احنا سايبين كل حاجة على ربنا. ما كلنا سايبين كل حاجة على ربنا، أمال هنسيبها على مين؟ يا بنتي بس العمر اللي بيعدي ما بيرجعش تاني. أنا غيت كلامي السعي. يعني ربنا ما أذنش مرة ما نبلطش في الخط بقى. نحاول تاني وتالت. اسعى يا عبد وأنا اسعى معاك. هقول لكم ايه؟ ما انتوا مش هتفهموا لما تخلفوا. ايه؟ عملت فيك ايه؟ مستنيك من بدري يا باشمهندس. اصل مش لاقي السكر. انتوا بتحطوه فين؟ اه عسل. عسل تحطوا عسل؟ ينفع كده؟ ينفع؟ ايه الواد بتاعك عامل ايه؟ لسه لسانه طويل وبيبرطم. الرجاله بتوعي قالوا لي انه الدش من خالص وديتهولك القصر العيني الفرنساوي، لكن انت هوديك مستشفى تليق بيك. ليه؟ ليه يا ابن الكلب يا كبير؟ عارف اخر واحد شتم المرحوم عملت فيه ايه؟ ما انا قلت لك لما حاجتك وامشي، انت اللي عملت فيها ذكر. وحياة امي بعافيك. ما توريني هتعمل ايه؟ وريني. شفت بقى انك بق. حلوه المدام، حلوه صحيحه، ده العسل اللي بجد. ارزاق بقى. تعمل ايه يا وسخ يا ابني؟ شفت ان مالكش ديه؟ انا صبري نفد. احلك؟ لا بس بسم الله ما شاء الله المدام خطها حلو قوي. كاتب لك جواب محن جامد بس ألف لا بأس عليها. خير؟ هي عيانة أو حاجة؟ اللي هي مسافرة فين؟ افتح يالا
يلا افتح يلا افتح يلا افتح 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 يا سلكان افتح افتح الاسم بعت لي رساله بيقول ان الباسبور وصل لهم. طيب خلصتي اكل؟ مش قادره قرفانه منه صراحه. اوكي انا ممكن اوصلك. وصلني لاقرب حته للاسم وانا هكمل مش عايزه اعطلك. This is Zaytoun. Yes, me. You can pick up your passport now. So can you please step inside? No. This time, I'll bet you the Cowboys won't win the Super Bowl game. Okay, but remember that you lost your bet last year. True. What do you want to bet this time? Well, 2 tickets for the next game? Deal. Okay. Miss Zaytoun. Yes? I have your passport. Thank... But don't lose it again, please. Okay, thank you. حضرتك مصرية؟ Mr. Mouanis, Egyptian lawyer. أهلاً وسهلاً. اهلا بيكي. معظم المصريين اللي بتحصل لهم مشاكل بيجوا عندنا المركز. احنا كنا هنقف جنبك ونساعدك. تعرفي المركز الاسلامي؟ لا. لو كنت جيت المركز من الاول اعتقد ما كنتيش هتيجي قسم الشرطه خالص. بس معلش قدر الله وما شاء فعل. الحمد لله جت سليمة. أنا زي ما قلت لك إحنا بنساعد كل الناس وبنقف جنبهم ومش بنفرق. أنا حتى ما أعرفش أنتِ مسلمة ولا لأ. الحمد لله. عموماً ده الكارت بتاعي. أرجوكي لو احتجتي أي حاجة في أي وقت تكلميني. أنا محتاجة شغل ضروري. يا سلام بس كده. أنا بس محتاجة أعرف منك أنتِ معاكي إقامة قد إيه؟ الله 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 يا خبر ابيض مدام هناء مدام هناء مدام هناء يا خبر ابيض ما تقلقيش الاكل هنا نظيف جدا ومضمون اي نعم كل حاجه هنا امريكاني بس الاكل حلال ده مطعمنا بقى ما شاء الله حضرتك عندك معارف يعني كتير قوي والله يا مدام هناء الواحد طالما بيحترم نفسه بفضل الله الناس كلها بتحترم هنا الدولة بتدي كل مواطن حقه طالما بيراعي حدوده وبيحترم حدود الآخرين حضرتك معاك الجنسية الأمريكية مش كده؟ من غير ما اسعلها والله نصيب هو زوج حضرتك مش المفروض إنه جاي؟ والله لسه مش عارفه ايه اللي هيحصل كل اللي انا وحازم كنا مخططين له جوزي اتلخبط فمش عارفه هيجي ولا لا انا
انا اسفه، واضح ان انا معطلاك بجد. لا ابدا مفيش حاجه خالص. اهو قولي لي بقى، انتي واخده ماجستير في ايه؟ في حاجه كده اسمها تركيبات المواد والروائح الجاذبه للنحل. اصلا انا خريجه زراعه، بس الحقيقه ان كان مجموعي يدخلني تجاره انجليش. اوكي، امال ايه اللي حصل؟ خدتيها عن حب يعني؟ طلع البابا الله يرحمه كان مهندس زراعي. الله يرحمه. اكيد الوالد كان فخور بيكي. وحضرتك بقى في مصر بتشتغلي في نفس المجال؟ انا بحس في قسم بحوث النحل في وزاره الزراعه، بس على وشك ان يترفض. وعندنا مشروع منحل صغير انا وجوزي، بنعمل عسل حلو قوي. كمان سيده اعمال؟ لا مش للدرجات دي يعني، هو منحل صغير كده على قدنا، بنعمل عسل طبيعي يعني، بنحاول يبقى مطابق للمواصفات على قد ما نقدر. انت عارف حضرتك ان معظم الحاجات دي بتبقى مغشوشه اصلا. هاي والعسل بتاعكم بقى اسمه ايه؟ نبع الهنا. نبع الهنا؟ علشان هنا وهناء يعني، من اسم حضرتك. بس انا بقالي كتير قوي ما حدش قال لي هناء دي. انا اسف، انا ما اعرفش. سوري. بس الاسم حلو على فكره، وبيرن في الودن، ودي اهم حاجه في اي براند نيم. حقيقة على الاختيار. شكرا. انا الحمد لله كويسه، والبيبي كمان كويس. على فكرة انت المفروض من هنا ورايح تطمن، لانك ما بقيتش سايب ست وفرشة سنان لوحدهم، بقى معانا راجل. الو، تقصدي ايه؟ انا رحت كشفت عند الدكتور وقال لي انه ولد. بجد؟ والله العظيم. هتسميه ايه؟ الو حازم، حازم. المهم تخلوا بالكم من بعض. انت فيك ايه؟ ارجعي بقى يا هنا. انت كويس؟ مفيش، بس محتاجك بس. حاضر، أنا هرجع. أنا أصلاً ابتديت شغل من كام يوم. أول بس ما أقبض هشوف هيطلعوا كام وأحجز وأجي على طول. مالك؟ هو أنت كويس؟ شاهين ده عمل فيك حاجة تاني؟ إيه؟ شاهين؟ الشامبا قال لي ان الملك الجديد بيغلس. ولا يهمك، بقولك ايه، روح اجر في حته تانية، ولو ما معكش فلوس بيع السلسله بتاعتي. هو الشامبا قال لك ايه بالظبط؟ ولا حاجه، كان بس بيطمني عليك، عشان يعني انا وانت ما كناش بنتكلم، فكنت بطمن عليك مني. حياتي عندك، ما تزعل. انت بجد هترجعي؟ ها اعمل ايه بقى، وحشتني قوي. مش مصدقني رجعت اسمع صوتك تاني. انا ما تسيبنيش تاني حازم. واحنا كده متطلقين؟ لا 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 والله، أنا كنت بهدد بس، ما كنتش أقصد تصدقيني. طيب اوعى بقى أسمع الكلمة دي منك تاني،
لا تهديد ولا غيره. الوقت عندك متأخر قوي، وبطل قلق بقى، كلها كام يوم وهبقى في حضنك إن شاء الله. ممكن والنبي يتكلم ماما وتقول لها تبقى ترد عليا، من ساعتها ما بتكلمنيش. حاضر حاضر. طب كفاية كده بقى، عشان هتدفع كتير قوي، وانا اي وقت هلاقي واي فاي هبقى اكلمك. بقولك شغال الخط المصري خلاص عشان اعرف اوصلك، محدش من الوالده هيكلمك تاني. حاضر، تصبح على خير. وديني في داهيه وعايشه حياتك هنا؟ انا ما كنتش هديله حاجه. بتتصرفي بدماغك ليه؟ كان هيقتل الماتسو. تتحرقوا انتوا الاثنين. انا هموت بسبب اللي انت عملتيه ده. مين دول اللي هيموتوك؟ قولي. وانا هتتصرفي؟ انت مش فاهمه حاجه اصلا. توطي صوتك يا بني ادم، انت واحترم نفسك. من فضلك يا استاذ مؤنس. جاده سكيورتي. انا ده اللي عرفت اتصرفه وقتها. تتصرفي يا هنا وتكبيلي الفلوس باي طريقه. فلوس ايه؟ مايند يور شيت يا عم الشيخ. اتكلم بادب يا ابني، انت احسن لك. وانا جيت جنبك يا هنا، انا عايز الفلوس، انا مش هموت عشان غبائك. كلامك يبقى معايا انا هنا، واياك تقرب لمدام هناء تاني. انا هقرب للي انا عايز اقرب له. كول 911. من فضلك يا استاذ مؤنس، من فضلك مالكش انت دعوه، انا هتصرف لو سمحت. بليز ليف هيم، بليز ليف هيم. قولي بس اعمل ايه وانا هصلح لك كل اللي حصل، والله هصلحه. مش عايز اشوف وشك تاني. Back to your seats. اخت نادية، ممكن من فضلك تسيبينا خمس دقايق؟ لو في اي حاجه كويسه تفتكريها لي ما تزعليش مني. حضرتك بتقول ايه؟ بس انا اللي اسفه على الطريقه اللي كلمتك بيها. لا، بعيدا عن اللي حصل دوت، هو كان في موقف حصل من فتره وانا والله العظيم ثلاثه ما كنت اعرفك ساعتها. انا كنت وقتها مجرد واسطه خير لناس قصدوني. بالله عليك تقبلي اعتذاري. أنا لما شفتك في الاسم ما كانش الموضوع صدفة. زوج حضرتك كان قلقان عليكي جدا وسألني عليكي و... أنت تعرف حازم جوزي؟ سأل ندى بنت عمي واللي هي في نفس الوقت زميلته. ندى الليسي؟ دي الإكس بتاعته. استهدي بالله، خليني أشرح لك. تشرح لي إيه؟ أنت رايح تقول لجوزي إن أنا بايت عند راجل غريب، وأنت أكتر واحد عارف قد إيه متبهدلة؟ أنا ست محترمة على فكرة. أنا عارف، أنا عارف والله العظيم ثلاثة، أنا عارف.
واقسم لك بالله العظيم كل ده ما حصل. انا ما كنتش اعرفك ساعتها. انا كل اللي انا قلته انه 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 المنطقه اللي انت ساكنه فيها منطقه مش مطمئنه يعني، والناس اللي انت قاعده معاهم يعني ناس مش ولا بد. بس انا كانت نيتي كل خير، والله العظيم كانت كلها خير، واعوذ بالله اني اكون قصدت اي حاجه من اللي انت بتفكري فيها ديت. انا هسيب المساله ديت لضميرك والاحساسك، وهسالك سؤال، هل انت شفتي مني اي حاجه تخليكي تحسي اني اتسبب في اي اذى ليكي؟ ما بقتش فاهمه حاجه ولا فاهمه حد. ممكن تسيبني لوحدي؟ حقك حقك، خدي كل وقتك وان شاء الله هتسامحيني. وارجوكي من فضلك تاكدي 100% ان لو في اي حاجه اقدر اعملها علشان اصلح بيها الموقف معاكي انا تحت امرك. عن اذنك. اتفضل، دي الفلوس اللي انت محتاجها. بس قبل ما تاخد الفلوس دي احب اعرف هي رايحه فين. انت عارف الفلوس دي خالصه لوجه الله، تبرعات لمساعده المحتاجين، فلازم اطمن. اتس اوكي، خلي فلوسك لنفسك، الموضوع اتحل. اتحل ازاي؟ مش كنت بتقول مدام هنا انك هتتقتل علشانهم؟ كنت. اسمع يا زياد، زياد موسى محمد النادي، صح؟ ينفع اللي انت فيه ده؟ وانت عايز ايه؟ الدقن اللي انت شايفها دي مش معناها ابدا ان انا راجل طيب او ساذج، لا، يعني كل اللي انت بتعمله ده انا هرسته من وانا في سنك، واللي انت نفسك تعمله انا بطلته علشان زهقت منه. عشان كده حقيقي انا جاي هنا اقف جنبك في المأزق اللي انت فيه بس. وانا قلت لك المأزق خلص. Don't worry about it. انت شفت مدام هنا بعد ما جيت المعرض؟ هي اللي ادتك الفلوس مش كده؟ ليه؟ انت بتديها كام عشان تدفع لي 6000 دولار؟ شفتها؟ خلعت منك ولا ايه؟ هو انت جيت هنا ليه؟ رد على سؤالي، شفت هنا؟ هنا؟ ولا مدام هنا؟ رد على سؤالي يا زياد ومالكش دعوة، شفتها ولا لا؟ لا. تمام كده؟ انت بتقفل الباب ليه؟ هو انا خلصت كلامي معاك؟ ايه ده؟ Get the hell out! Go! انت لو حاولت تقابل هنا او تتكلم معاها مش هتشوف الجنسية دي ابدا. وما تختبرش صبري، انا عارف كويس قوي انت هنا شغال بتعمل ايه، وانت كمان عارف كويس قوي ان ده في الستيتس يعمل فيك ايه. فانا ممكن بسهوله جدا ما اخلكش اتحتم البلد دي تاني. Now, so I'm just going to measure your cervical opening, okay? So I just need you to relax, okay? Just relax. It's fine. I'm with you. Everything's fine.
Okay, yep, this is early stage delivery. We need to move her immediately. There's no time for an epidural. Hannah, I'm gonna need you to kind of roll on your left side. Can you do that for me? Everything's okay. No, but wait. I want my telephone. I want to call my husband. Very important. Okay, husband. Hannah, there is no time. No, okay? No, it's very important. Emergency, please. Okay. Stand. Hannah, where's your phone? I'll get it. In my yellow bag, please. Relax. Yeah, nurse, can you please notify Dr. Adams? Okay, got it. Welcome to Verizon Wireless. There was an error in processing. No, please. I want Wi-Fi. Please, hurry. Okay. Wi-Fi password is Rodland, okay? R-O-D-L-A-N, no time. L-A-N-D, 2018, okay? بص بقى يا هنا، انا خلاص قرفت منك ومن اللي بتعمليه معايا. مفيش راجل يقبل الوضع اللي انا فيه ده، وانا مش حاطط نفسي عشان ترد عليا. بليز وقت، بليز. يا رب ابني يكون سليم. يا رب انت كلمه بس الاول اكلمه. I want to call my mother. I'm sorry, it's not allowed here. I'm with you, okay? Are we ready? Yes. Just take a breath. Okay, big deep breath. Big breath. And push. Just hold my hand, okay? Push. Yeah. Push down. One, two. Push. Okay, well done. Good. Wonderful. Again, one, two, and push. Okay, Hannah, deep breath again. You're doing very good, Hannah. Good girl. Breathe deeply. One more time. Yes, very good. It's coming. One more time. Yeah, Hannah, good girl. Another big push. We're almost there, okay? Yes. Deep breath and push. The baby's not breathing well. He needs to go to NICU immediately. Please, can you just calm down? Okay, your baby needs to be incubated. No, you won't hurt the baby. Don't worry. Is it okay? Yeah. Just relax. What are you doing here? I want to take my baby. You should be resting. Let's take you back to the bed. No, please. Only one time. I want to take my baby with me. Please. Calm down. Please. Oh, take her back to her room now. All right. Is it a boy or a girl? Boy. Your baby can leave the unit now, okay? No. Listen, you will not listen to me. I want to see my baby. Only I want to see. Them. I want to see my baby. Put those down, please. I want the mother. I'm the mother.
شوف ابني. خلصت خالص. أنا بس عايزة. We don't understand Arabic, please. I want Stop my son. Really. My son. What your son? إيه مشكلة في كده؟ I want my son. What is wrong? إيه ده؟ هتديني إيه؟ Please. يا رب. Remove all the sharp tools from the room. Please. I want something from you, please. Call Z, my friend, Big Z. I called him. He didn't answer. ما ردش. I'm sorry. Just go. أنا بس كنت عايزة أمي. It's okay. Close your eyes. بس عايزة يبقى جميع. مش عايزة حاجة منكم. هنا انت فين يا هنا ما بترديش ليه؟ انا هموت من القلق عليكي. كنت نايمه وتعبانه شويه. يعني انت كويسه انت والبيبي؟ المكالمه الاخيره كنت بتزعقي ليه؟ ايه اللي حصل؟ ما فيش حاجه يعني توترت شويه. ما فيش حاجه. احنا كويسين. هنا لو سمحتي ما تخبيش عليا. ايه اللي حصل؟ الممرضه قالت لي ان جالك انهيار عصبي. دي كذابه ما تصدقهاش. انت عارفني انا بعمل من الحبة قبة وهم كل شوية بيدوني حقن وانا خلاص ما بقتش عايزة حقن وقلت لهم كده ومفيش بس هو كده ما حصلش حاجة احنا كويسين. يعني انتوا كويسين؟ اه. الفلوس اللي بعتها لكم كفياكوا؟ احنا كويسين. هو بس هيحتاج يتحط في الحضانة اسبوعين ثلاثة لانه مولود في السابع زي ما انت عارف. فعادي طبيعي يعني بس كله كويس. طب الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله على سلامتك. والله عملتيها يا انا. برافو عليكي. هنا انا بحبك. والله العظيم بحبك. انا ما كنتش اعرف انك بتسمع الفويس نوت في التوقيت ده تحديدا. انا حاولت امسحها والله كذا مره بس ما عرفتش. كنت مخنوق قوي قوي. وانت كمان انت هنا. ايوه. طب بقول لك ايه؟ انا نفسي اشوف البيبي قوي. افتح الكاميرا. لا مش هينفع هو في الحضانه ممنوع. طيب ما تنسيش تصوره لي. حاضر. هبقى اصوره. هل انت كويسه؟ صوتك محسسني في حاجه غريبه. لسه والده عادي. يعني طبيعي تعبانه ما فيش اي حاجه تانية. طيب طيب. بصي هنا انا عارف انك زعلانه مني بس انا تعبت. تعبت من الخناق والكلام في التليفون. انا وانت مش عارفين نتفاهم مع بعض خالص. ان شاء الله لما ترجعي بالسلامه نقعد مع بعض ونتفاهم واحده واحده ان شاء الله. طب قولي لي سميتي البيبي ايه؟ إبراهيم. آه طبعًا. ما هو حبيب القلب. أدينا جبنا له حفيد وأمريكاني كمان. ما تنسيش تصوريه. نفسي أشوف شكله قوي. ماشي أنا لازم أقفل دلوقتي. سلام. I expected that the psychologist's report might not be on our side. I told you from the beginning what the best solution would be, right? Fortunately, that leaves us now with one option. Father must come and take temporary custody before the child is given to foster family.
بس هو كده مش هيلحق يجي. على ما يجي هيكون ابني راح مني. Mr. Bradley, this won't work. We're not able to get the father here soon. Can anybody be the father? What do you mean? يعني أنا لو جبت حد وقلت لهم إن ده أبوه هيفرق معهم في حاجة؟ She means, what if we get anyone to be the father and tell the court that he is the father? Good idea. Hold on. The father's information is not on the birth certificate. Good. When they ask at the court, why didn't she give the father's information during the labor? We will say she didn't understand what they were saying in English. Happens all the time. Any good person can be the father. Even better if he's a U.S. citizen. Can the father be a young man? How young? As long as he's old enough to make a baby. Yes. However, this is a huge responsibility. You need to find someone who you can trust to give your child into custody for at least 6 months. The court will ask him to fully provide for all of the child's expenses. And the child needs to be 18 years old. One moment. Yes? Okay. Mr. Levy, let's find this person quickly. This is the best solution we've had so far. Yes. Tomorrow, yeah. انتي بتفكري في حد معين يا هنا؟ بيج زي طبعا. بيج زي طبعا. زي ايه بس يا هنا؟ ده الوحيد اللي انا عارفاه واثقه فيه وعارفه انه هيقف جنبي في حاجه زي كده. يعني قصدي وظروفه كمان تسمح له انه يعمل كده. ظروف ايه اللي تسمح له؟ ده عيل بايظ. انا مش فارق معايا حاجه غير ان ابني يرجع لي. وانت سمعت هو قال لك انها فكره كويسه جدا. وقال كمان ان هي مسؤوليه كبيره جدا. ده مش عارف يتحمل مسؤوليه نفسه، هيتحمل مسؤوليه عيل يا هنا. طب خلاص ممكن نجيبه له وهو يشوفه ويقول رايه. The Department of Social Services asked the court to place the child under their care for his best interest. Thank you, sir. Ms. Zaytoon's defense, would you like to answer these allegations? Thank you, Your Honor. It is not easy for my client to give up custody of her newborn child. I'm trying to convince Ms. Zaytoon to grant temporary custody to the biological father, Mr. Moniz Al-Laythi, who is here today representing himself. Mr. Al-Laythi is a U.S. citizen who has the financial means to provide a safe and healthy environment for their son, Ibrahim, during a temporary custody. We will provide proof to the court. We're now in the process of settling this case, but we need more time to reach an agreement with social services. Then, Your Honor, we can present this case again to your esteemed court in another hearing. And we believe this is in the best interest of the child. The little Ibrahim needs to be with his father. Is this your understanding, sir? It is different now. We have a father who's asking for custody. We need to do more investigation to make sure that he's capable to be the custodian parent. Thank you. Do you have any objections? No objection, Your Honor. Mr. Laythi, is this your understanding? Yes, Your Honor. Then the hearing will be a week from now. Court is adjourned. Thank you, Your Honor. هكلمه تاني. انا ماليش دعوة، ابني ارجع يا ندى. حازم بليز اهدى شوية، الناس تتفرج علينا. كلمي مراته، ما عملتلي بلوك هي كمان. معرفهاش، قصدي معيش رقمها. وبعدين هتصل اقول لها ايه؟ استنى شوية، هو اكيد هيكلمني. انت السبب، انت اللي بلتيني بالبلوة دي وعرفتي على مراتي. حازم، انت اللي طلبت مساعدتي.
وانا اسفه لك بجد، محرجه منك. انا مش فاهمه ايه اللي حصل ده، اكيد في حاجه غلط. اكيد هتهرب مع الحيوان ده. طب وابني؟ بقول لك ايه؟ وصي له انه ما رجعش الواد قسما بالله، انا بتجيب جنايه ولو في اخر الدنيا. اوعدك اكلمه. اوعي. قفل موبايلك ليه يا حيوان؟ انت والصفه اللي معاك، فاهم اللي معاك اني عملت لها محضر سنة واني هحبسها لحواضيها في 60 داهية. ابني فين؟ ابني اللي انت خدته على الجهاز وكتبته باسمك. وانا زي الغبي ما فهمتش لما مراتك كلمتني. قسما بالله الواد لو ما رجع لاحبسك انت وهي، وهاخد منها الواد ومش هتشوفها طول عمرها. Yes, I want to speak. أنا عايزة أتكلم بالعربي. Respond and request the computer system to prefer your honor in Arabic. Okay, you may proceed. أنا خايفة. خايفة أتكلم الغلط. I'm scared that if I talk, كان نفسي أثبت إني ست ناصحة. I wanted to تعرف تعمل كل حاجة لوحدها. Smart women who get it right. And no, ما كنتش أعرف تمن ده إيه. On their own. I didn't know that أصلاً ما كانتش الخلفة في دماغي خالص. بس أنا لما لقيت نفسي بكبر وما بيحصلش حمل، رحت لدكاترة كتير، كلهم قالوا لي إني مستحيل أحمل طبيعي. جريت في سكة الحقن المجاري عشان ألحق بسرعة قبل ما الوقت يفوت. وما سألتش نفسي أنا ينفع أبقى أم ولا لأ. وفعلا ما عرفتش. أول ما ابني نزل من بطني بوظت الدنيا، لأني كنت لوحدي، كنت حاسة إني هموت أو ابني هيحصل له حاجة في بلد غريبة مع ناس مش فاهماهم ولا فاهميني. معقول بعد التعب ده كله وأول ما ابني يجي ملحقش أملي عيني منه؟ لما خدوه مني حسيت كأن قلبي اتخلع مني. I felt that my heart was shattered. ملحقتش ألمسه ولا حتى أشوفه. ما كنتش عارفة هما واخدينه فين ولا حتى حالته ايه. ده انا خفت يبدلوه بعيل تاني. معلش جهلة، جهلة بقوانينكم وبنظامكم. كنت فاكرة انه ابني بس، ما اعرفش ان ليكوا فيه. انا اسفه بس انا عايزه ابني، عايزه من غير شهاده ميلاده حتى، عايزه زي ما هو كده. وانا والله العظيم اتعلمت ازاي احافظ عليه. ده انا هخليه احسن واحد في الدنيا وهبديه عن أي حد وأي حاجة. إحنا عدينا مع بعض أيام صعبة قوي، والله العظيم ما كنت بقوى غير بيه. هو أكيد فاكرني وأكيد عايزني، ما تحرمونيش منه. ده أنا أمه وبحبه. هي أغلى حاجة عندك، ترجعي لي ابني. Get me back my son. وأنا أوعدك، أوعدك بعمري إني مش هأذيه ولا هأذي نفسي تاني. That I would never hurt him nor hurt myself.
أنا ماما، أنا هنا. وحشتني يا إبراهيم، فاكرني؟ فاكرني ولا لا؟ حبيبي مش هسيبك تاني خالص، اوعى تخاف، انا هبقى معاك طول الوقت. متزعلش مني، شكل باباك كده ليه؟ احلى منه بكتير بكتير. اوعى تزعل مني، ها؟ مش هسيبك حبيبي، مش هسيبك خالص خالص. عمر ما حد هياخده من حضنك تاني ابدا. بفضل الله. اوعى تكون زعلان مني، ابوك هو اللي ما قدرنيش. مؤنس راجل حنين وبيحبك، هو اللي رجعك ليه. حازم كمان هيبقى اب كويس، أنا عارف. بس غبي، وأنا عمري ما هسامحه. ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة؟ إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. جميعاً نحضر عقد قران الأستاذ مؤنس عبد الرحمن الليثي على الدكتورة هناء سالم السيد زيتون. دكتورة هناء، قولي للأستاذ مؤنس: زوجتك نفسي على كتاب الله وسنة رسوله. زوجتك نفسي على كتاب الله وسنة رسوله. أستاذ مؤنس، قول للدكتورة هناء: وأنا قبلت الزواج منك يا هناء سالم السيد زيتون على كتاب الله وسنة رسوله. وأنا قبلت الزواج منك يا هناء سالم السيد زيتون على كتاب الله وسنة رسوله. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. ألف مبروك يا حبيبتي. مبروك يا شيخ مؤنس.
مبروك يا شيخ. الله يبارك فيكم، الله يبارك فيكم يا اخواتي، متشكر، الله يبارك فيكم. حبيبتي انا هستأذنك بس دقيقة واحدة، مش هتأخر عن اذنك. تسلم ايدك يا امي. قلت لك كنت مضطرة خلاص. عايزة ايه؟ وهو حازم كان هيعرف منين كل الكلام ده؟ ما انت عايشة مع نفسك، محدش يعرف عنك حاجة. بقولك ايه؟ انا ما عملتش كل ده غير بعد ما طلقني وبعزق بكرامتي الارض. وحتى لو ما كانش طلقني كنت هعمل اي حاجة عشان ارجع ابني. طلقك عشان بتتصرفي من دماغك يا هنا. ايه بتصرف من دماغي دي؟ هو انا عيلة صغيرة؟ انا اقصد انك ما بتفهميهوش حاجة. قلبتي حياتنا كلها من ساعة ما سافرتي. بقولك ايه؟ والنبي انا مش عايزة اسمع اي حاجة. خلاص؟ كفاية أصلاً اللي حصل النهاردة. أنا جاية من آخر الدنيا ومعايا طفل ومش طايقة نفسي، عايزة استريح بقى. تستريحي فين؟ هنا؟ أنت مصدقة الناس دي والبيت ده؟ مالهم الناس دي؟ ناس محترمين وطيبين. طيبين لنفسهم، إحنا مالنا؟ خلاص مالكيش دعوة بيهم. أنت قاعدة في بيتي أنا، معايا أنا ومع مؤنس ومع إبراهيم. حرام عليك يا هنا، مؤنس مين؟ هو أنت بجد بتحبيه؟ انت عايزاني اعمل ايه بس؟ تتكلمي يا هنا، تقولي اللي بيحصل لك. حازم كان مسافر عشان يصالحك ودلوقتي مقبوض عليه. ايه؟ يصالحني انا؟ اقبض عليه في امريكا ولا ايه؟ انا مش فاهمه. لا، في مصر. اتقبض عليه في المطار وهو رايح لك. حوار ليه علاقه بالمنحل، شيك كده معرفش. مين اللي قال لك الكلام ده؟ هو اللي قال لي واحنا في المستشفى، ومن ساعتها مش عارفه اقولك. لو في حد السبب في اي حاجه احنا فيها دلوقتي هيبقى حازم مش انا. هو اللي طلقني، والله اعلم بقى عاككني في قصه المنحل دي ازاي. انا همشي هنا، انا مش هقعد هنا، مش هعرف. لا مش هتمشي، هتفضلي قاعده معايا هنا. انا دلوقتي بدل ماما، وبقولك ان مش هخليكي تقعدي في الشقه هناك لوحدك. خلاص تعالي معايا. مش هينفع اجي معاكي يا يارا. خليكي انت يا يارا. والنبي يا يارا، والنبي سيبيني، خليكي معايا هنا. حازم،
اتحجبتي؟ عمرك ما قلتي لي بتفكري في الحجاب. سامحيني يا سامحيني. انا عارف انت تعبتي قد ايه بره، بس والله كنت جايلك انت وابراهيم. ابراهيم فين؟ نفسي اشوف قوي. فين كويس صح؟ ما تعيطيش ما تعيطيش. حقك عليا. انا عارف انك المفروض تزعلي من كل حاجه قلتها لك، بس والله كان غصب عني. انا ما كنتش اعرف ان في قضيه، والله ما كنت اعرف. حازم انا هخرج خلاص، هخرج ان شاء الله. بكره هروح النيابه وهعمل معارضه، وهو هيسدد الثمن الشيك. هبيع العربيه هسدد الثمن الشيك، مش هيحصل حاجه، هعوضك عن كل حاجه. المهم انك رجعتي لي بالسلامه. مش هحصل لي من غيرك يا حازم. انا اتجوزت. حد تاني ازاي؟ انت مراتي. ردي عليا. في ايه؟ ما نوطي صوتنا شويه. انت طلقتني وعملت محضر. محضر ايه؟ ما انا كلمتك. كلمتك عشان نتصالح وارجعك. لا بس العدة كانت خلاص. عدة ايه؟ لسه ما عداش التلات شهور. هتهدى يابا شويه. لا كان عدوا. بعد الولادة، تنقذي بالولادة. ولادة ايه؟ مين اللي فاهمك الكلام ده؟ انت مراتي وانا ربيتك. ده شرع ربنا. شرع مين؟ وحتى لو خلصت ده انت لما صدقتي يا فجرة. لا لا والله العظيم يا ابني ابعد. والله ما في حاجة حصلت، احنا كتبنا كتب بس. بس مين الوسخ اللي عمل كده؟ امين حسن. اه هو مؤنس صح؟ اشتركيني في فرصة. يا حسن! لا تبصي كده واشتركيني في فرصة! يا حسن! سيبني معايا! سيبني! ما تكلم يا ابني، انت اتهبلت! خرجتنا يا مدام! هو الكلب ده صح؟ الله! خدها التخشيرة! بر! المصحف لو اديكوا في داهية! بر معايا! هخلصك! دي من جوازك دي! حرام عليك! هخلصك! والمصحف وهكلمكوا! هجيبك تحت رجلي زي زمان! يا واطي يا بنت الكلب! هتهدى بقى بدل ما تجيب لنفسك الأذية! هقتلك يا هنا! هقتلك يا وطي! شويش ابراهيم نايم، ما خدتيش معاكي السواق ليه؟ ما جاش في بالي. معلش. معلش ايه يا هنا، دي عربيتك. طيب ماما عامله ايه؟ زي ما هي. معلش يا هنا، استبشري خيرا، ان شاء الله ربنا يعيش فيها شفاء لا يغادر سقما. ممكن أوريك حاجة بس؟ تعالي. أنا جبت لك شوية هدوم للنوم، يا رب تعجبك. وبعد كده بقى تبقي تنقي أنت على ذوقك. مش هينفع يا مؤنس. حازم بيقول إنه ردني. نعم. ردك ازاي يعني؟ مش فاهم. قبل الولادة بعت لي رسالة بعد ما طلقني بكام يوم. هنا بالراحة بس وبشويش، والنبي الله يرضى عليكي. بعت لك ايه؟ وليه ما قلتليش الكلام ده أول ما حصل؟ ما كنتش مركزة وقتها، ما شفتش الرسالة أصلا. بس هو بيقول إنه ردني. تعرف ده معناه إيه مونس؟ إن أنا متجوزة اتنين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا رب. لا لا يا هنا طبعا لا. فهميني بس، هو قال لك كده فين وإزاي؟ أنت شفتيه؟ لا كان بيتكلم مع يارا
وهي ادتني التليفون. أنا مش عارفة، مش عارفة أعمل إيه في المصيبة اللي أنا فيها دي. أعمل إيه يا رب؟ أنا وريني كده الرسالة دي. مين اللي قالك بقى إنه البني آدم ده بيردك فعلاً؟ البني آدم ده لو بيتقي الله بجد وفعلاً عايز يردك كان قالها لك بصريح العبارة. لكن معلش يعني معناتها إيه محتاجين نتكلم دي؟ ممكن يكون عايز يتكلم معاكي في أي حاجة، في إجراءات طلاق، في فلوس عايز يبعتها، في أي حاجة. مال بيقول كده ليه؟ علشان يوصلنا للي إحنا فيه ده. هنا إحنا على صواب، الرسالة دي ملهاش أي معنى ولا أي لازمة. حازم لسه طليقك وانتي مراتي شرعا، واللي بيعمله البني ادم ده اسمه تدليس حقايق. انا على الورق مراته هو، مش مراتك انت. انا حتى معيش ورقه طلاق. مش مهم، المهم انه طلقك. عدم وجود ورقه طلاق مش شرط لوقوع الطلاق. انا من ساعه ما سمعت الكلام ده يا مؤنس وانا قرفانه قوي من نفسي، قرفانه قوي. ازاي ازاي اتجوزك من غير ما يبقى في ورقه طلاق في ايدي؟ كان مخي فين؟ بس انا اتكلمت معاك في الموضوع ده في امريكا وانت قلت لي اطمني. وانا مش هغير كلامي يا هنا. حازم ما ردكيش، وتاني انت شرعا مراتي وسبب وقلت لك قبل كده انا لا يمكن اقع في الغلطه دي. بس انا كده احس اني عايشه معاك في الحرام. لا لا يا هنا، لا لا مؤنس، انا استاهل محضر الزنا ده. اياك تقولي الكلمه دي تاني. أنا استحالة أغضب ربنا، أنا متأكد إن إحنا صح، مليون في المية صح. أنت متأكد؟ أنا مش متأكدة. افهمني، أنا مش عارفة أنا على ذمة مين فيكو. طيب خلاص 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 يا حبيبتي، خلاص محلولة إن شاء الله. أنت إيه طيب اللي يريحك دلوقتي؟ اللي يريحني؟ اللي يريحني ان انا اتطلق من حازم رسمي وجوازنا يبقى بقسيمة مصرية موثقة. غير كده انا مش عارفة اواجه اي حد ولا عارف حتى ابص لنفسي في المراية. سبق وقلت لحضرتك ان الطلاق وقع والعدة انقضت بمجرد الولادة، وانتفى حقك بردها لما تزوجت مني. أنا كلامي كله علشان الوضع المدني والقانوني اللي احنا مضطرين ليه، اللي هو الورق وكده. ليه؟ هو ايه اللي ليه؟ هيفرق معاكم الورق في ايه؟ انتوا مش اتجوزتوا الحمد لله. لا ما د... أنا كنت أقصد إنه الجواز حصل على سنة الله ورسوله طبعاً، بس يعني الموقف مش منضبط قوي ولا ليك ولا لزوجتي. هي كمان على فكرة قالت لي إنك مش هتمانع تعمل حاجة زي دي. الله يكرمها، فيها الخير والله. المطلوب المطلوب إن احنا نخلص الموضوع بشكل رسمي وبسرعة. علشان كده أنا هعدي على حضرتك بكرة الصبح، مشوار صغير نص ساعة بالكتير، وبفضل الله تكون كل حاجة خلصانة. لا وتعدي ليه؟ أنا هجيلك. براحتك. أنا بس كنت بقولك علشان ليا معارفي هناك ممكن يخلصونا بسرعة بدل ما تتعطل. بكرة بإذن الله؟ بكرة؟ بكرة إيه؟ لا بكرة الخميس زحمة قوي. خلينا الأسبوع الجاي. ماشي، اعدي الويك اند ونروح الحد مع بعض باذن الله. الحد ماشي تمام، اكلمني بقى. خلاص اكلمك السبت بالليل. تمام نتكلم السبت. هو في طلب تاني من فضلك؟
الحقيقة أنا كانت زوجتي عايزة تيجي البيت علشان تاخد حاجتها. وماله؟ تيجي طبعاً ما هي حاجتها. بس تيجي لوحدها. تقصد إيه لوحدها؟ يعني أنت ما تجيش معاها. دي أول وآخر مرة رجلك تعطب البيت ده. حقك طبعا. انا بس هستأذنك انك انت كمان ما تبقاش موجود بالاصول. تالي انت دلوقتي بقيت عارف كويس قوي انك بالنسبة لها راجل أجنبي عنها. ماشي. يبقى خليها تاخد عفشها. ما بقتش محتاجه. ولا هي كمان بقت محتاجة دلوقتي. أنا زوجتي بتبريك من كل حقوقها الشرعية. بتبريني؟ لو مش مصدقني انا ممكن اتصل لك بيها حالا علشان تطمن. اتصل. ايوه يا مؤنس. وعليكم السلام يا هنا. انا دلوقتي عند ابو ابراهيم. احنا اتفقنا على كل حاجة خلاص. هو الحقيقة طلع راجل محترم جدا ومتفاهم الموقف كويس. انا بس هستأذنك علشان هفتح السبيكر لانه محتاج بس يطمن ويسمع بودانه الاتفاق اللي انا وانت اتفقناه مع بعض. ايوه هنا. احنا ان شاء الله اتفقنا ان احنا نخلص كل حاجة يوم الحد. ليه الحد؟ ليه مش بكره؟ معلش يا حبيبتي خليها علينا. بكره هو مشغول. ما فرقتش يعني بكره من يوم الحد كلها كام يوم ويعد؟ خلاص بس الحد اكيد اخر كلام. اكيد ان شاء الله. انت طبعا مش هيبقى ليك الحق في البيت لانه للاسف ايجار. انما لو كان ملك كان هيبقى في كلام تاني. أبو إبراهيم يا ستي عايز يسمع بودانه. وأنتي بتبريه من كل حقوقك الشرعية، الظاهر إنه مش مصدقني. لا أنا مش عايزة طبعًا أي حاجة خالص. عاوز إيه؟ أنا هاجي بس آخد هدومي وأمشي. على خيرة الله. إحنا بمشيئة الرحمن يوم الأحد هنخلص كل حاجة. ماشي يا حبيبي. يا ريت بس يعني مش بعد يوم الحد عشان يبقى الصبح بدري ونخلص كل حاجة. أخت هنا أنت جالك الجواب أنا بعته لك مع عم الشيخ. جواب إيه؟ كنت متوقع كده. مبروك عليكم، ربنا يخليكم لبعض. مؤنس جواب إيه؟ خلاص يا هنا أنا إن شاء الله لما أرجع نبقى نكمل كلامنا. في رعاية الله. مع السلامة. ازيك يا حازم؟ الحمد لله على السلامة. قلت لك ابراهيم. ابننا شبهك قوي مش كده؟
ايه ده؟ المشروع كبر قوي. ازاي عرفت تعمل كل ده لوحدك؟ برافو عليك والله. انا ما تخيلتش انه هيبقى كده خالص. بونجور. بونجور ابراهيم. دي امينه يا ابراهيم صاحبتي، هتحبها زي بالظبط. هي لي ترو مينيون. ايه تعال تعالى اوريك مكتب بابا. تعالي يا يارا، تعالي يا امينه. اقعدي يا رب، ما تكسفيش اقعدي. شبه بجد يا امينه. ها ايه الحلاوه دي؟ ممكن اخد بوسه؟ انا جايبه لك صوره ابراهيم. فكرة أنا ما قريتش الجواب، ما أعرفش كان فيه إيه، ما أعرفش أنت بعته فين أو إمتى، بس الشنطة اللي إداها لي مؤنس ما كانش فيها حاجة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك الأستاذ حازم ألاقيه فين؟ في الهنجر يا شيخ. اتفضل معي. اتفضل. جزاك الله كل خير. شكرا. أنا شفت أوضة إبراهيم حلوة قوي. ممكن تعلق الصورة دي بدل اللي أنت حاططها. بص، أصل أنت وقتها لما قلت لي بعتي لي صورته كان يعني ظروفه كده، فأنا اتصرفت. اتصرفتي؟ عملت إيه؟ جبت الصورة منين؟ الصورة اللي أنا معلقها عندي على الحيطة جبتيها منين؟ جبتها من على الإنترنت. إنترنت؟ هو أنت ما عندكيش دم خالص كده؟ إيه الوظيفة اللي أنت بقيتي فيها دي؟ لا لا، أنا كنت بعمل إيه؟ كنت بتشتغلي أنت وشيخ المصر بتاعك صح؟ طبعًا، ما أنتوا عيلة واحدة. اسكت خالص، ما تقولش عليه كده. محمول عليه قوي يا أختي. طبعًا محمول عليه. مؤنس ده أرجل واحد أنا شفته في حياتي. حط في مخك ان لولاه انت ما كنتش شفت ابنك. انا مسافر بره مصر كام يوم، مش عارف هرجع امتى. هبعت لك الفيزا كارد بتاعتك عشان تصرفي على ابني. البقف اللي عندك ده ما يصرفش ولا مليم على ابني، واضح؟ في ايه؟
مش ههدى، مش ههدى يا هنا. ارجوكي ما تستفزنيش وتقولي لي اهدى. ايوه بس الناس اللي جوه دي ملهاش ذنب تتعصب عليهم يا مؤنس. استنى بس، ده بني ادم ما عندوش شرف ولا دين. انا غلطان علشان اتسهلت معاه من الاول، بس معلش ملحوقه يا هنا، انا هخليه يوثق بامر محكمه. يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني هنرفع قضيه طلاق ولا حتى خلع. المهم نخلص من وشه. انت كان عندك حق، انا ما كانش المفروض اتساهل معاه من الاول. بس كده يا مؤنس؟ بس ايه بس يا هنا؟ بس ايه؟ هو انت عاجبك اللي بيحصل فينا ده؟ انت بتزعلي كده ليه يا مؤنس؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا هنا انا دمي محروق عليكي، دمي محروق، ده حقك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه. بس انا تعبت يا مؤنس، مش عايزه ادخل في قواضي ومحاكم تاني. تعبت. عندك حل تاني؟ ها؟ لو عندك حل تاني خلينا نعيش حياتنا بطريقه طبيعيه، انا هنفذه فورا. ما عنديش، بس هو كده هياخد مني ابراهيم، خصوصا ان ماما لسه تعبانه. صح؟ استغفرك ربي واتوب اليك. انا اسفه يا مؤنس، مش عارفه اقول لك ايه. انت اتظلمت معايا بظروفي دي بصراحه. ما ينفعش اجبرك انك تعيش في وسط ظروف تخصني انا بس. انا عارفه ان الوضع ده مش مريح لي. انا ممكن ارجع بيت ماما وافتحه لغايه لما حازم يظهر. لا لا يا هنا، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ يا هنا انا مش مرتاح علشان بحبك. يا هنا اذا كنت مش مستحمل انك بايته في اوضه تانية تقولي لي اسيب البيت، انا مش هقدر استحمل ده يا هنا، مش هعرف. ليه؟ اقصد عليك من ده بايه؟ ليه رابط نفسك بست كل حياتها متدربكه بالشكل ده؟ علشان بحبك. بتحبيني ليه؟ في حد يسأل حد بيحبه ليه؟ ساعات كتير كنت بناجي ربنا وانا لوحدي، بقوله ليه ما عرفتنيش عليها من زمان؟ من ساعة لما عرفت يعني ايه راجل وست. اقصد يعني انه ربنا والحمد لله فضله واسع قوي عليا، بس كفايه قوي انك قاعده معايا تحت سقف بيت واحد. بس اتفضلي. البارتيشن بتاع المول المبيعات بتاعته بسم الله ما شاء الله. الحمد لله. وش عروستك الجديدة يا شام؟ لا طبعا، ده كله موجود حضرتك، والموقع كمان على فكرة في السماء. ده أكيد. أنت عارف كمان سنتين تلاتة محدش هيروح بقالة، كل الناس هتبقى بتطلب كل حاجة. أن في إيه يا دكتور؟ إيه؟ انتوا بتهببوا ايه؟ وانت ايه اللي جابك هنا يانا؟ الدكتورة قومت المشروع. كلامك يبقى معايا انا. خير يا حاج هناء؟ انت حركت مكتبي ليه؟ وانت بتعملي ايه هنا اصلا؟ بصرف عليك. تصرفي على مين يا بت؟ ده هشتريكي. هو انت نسيتي نفسك؟ بت ده ايه؟ انت اللي الصرمحة نسيتك نفسك. والتكية اللي كان فاتحها لك بدر خلاص قفلت دلوقتي، ده مكان شغل، فمش عايز اسمع صوتك يعلى هنا. هنا ده مكاني انا اللي عملته لما كنت بتتصرمحي ماشي على حل شعرك في امريكا. حل وسطك، اقسم بالله العظيم لو قلت اي كلمه تاني هلم رجالتي يرموك بره. رجالك مين يا هنا؟ بتتكلم علينا كده؟ استهدى بالله هندسه، انت لسه هنا 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 اوعى. سيبه يا شام. ايه هتضربني؟ عادي تعملها، مش بعيد عليك.
ما هو ما حدش علمك يعني ايه رجوله. انا ارجل واحده انت عرفتي في حياتك ولا افكرك؟ ربنا كرم لي وبعت لي اللي ينسيني. المصنع اللي انت جاي بقى تتكلم عليه ده انا بقالي شهور بحاول اقومه على رجله بعد ما انت رميته وما بعتش حتى كرتونه عسل واحده، وبعد ما بدرت حايل عليا عشان اجي امسكه. من الاخر كده يا حازم، دور صاحب الملك مش لايق عليك، انت مش بتاع شغل. اقعد بقى رايح دماغك كده في البيت ومرتبك هيوصلك لحد عندك. انت كمان هتبقشش عليا يا هنا؟ ومن هنا ورايح بقى جو خدوهم بالصوت ده ما بقاش ياكل معايا، ما بيخوفنيش. ايوه يا حبيبي. حازم عدى من مطار القاهره. ما هو مشرف عندي هنا العزبه. اه وكمان جاي يتخانق معانا. انا امشي من قدامه وما توقفيش معايا لو سمحتي، انا جاي لك حالا. روحي استني عند بدر. ماشي كلامك يا حبيبي. شنبا ابقى وري حازم ورقه عشان يعرف ايه اللي ليه وايه حدوده. ايه الشورت ده؟ ايه يا سيد واقف كده ليه؟ يلا روح شوف شغلك. ومين ده اللي جنبك ده؟ جايه ليه بقى؟ حازم انت لسه بتحبني؟ رد عليا، بتحبني ولا خلاص؟ أنا هسألك سؤال واحد، لما أمسك ده اللي يفرق معاك؟ انه لمسني؟ ردي عليا يا هنا، لمسك. ولو لمسني ايه؟ هبقى اتوسخت؟ مش هليق بسموك؟ انت اللي قايم نايم مع واحده من غير جواز، وكنت كمان تعرفها من وانا لسه على ذمتك. انت عمرك ما هتتغير. هو انت ما بتحسيش؟ ما بيجيش في بالك انا مولع ازاي وانت رايحه جايه مع راجل غيري؟ ومين اللي بعت لي الراجل ده عشان يتجسس عليا؟ مش انت؟ انا بعته عشان يطمن عليكي، مش عشان تتجوزيه. وانا ما اتجوزتوش غير بعد ما انت طلقتني وخونتني، وكل ده عشان انت معامي. مش شايف انا بعمل ده ليه وعشان مين؟ عشان مين؟ اوعي تقولي عشاني. لا يا حازم، مش عشانك، عشاني. عشان ما ارجعلكش انا اللي بتغرق في شبر ميه واللي انت غاويه تكسر مقادفها. العيله الصغيره اللي ناقصه تربيه وانت عمال تربيها. لا يا ماما، لا. ما تقيليش ترابيزه عليا وتشيليني الليله. ما تنسيش انك سافرتي امريكا لما انا وافقت ووثقت فيكي. مع اني في الاول ما كنتش مطمن. انت بقى عملتي ايه؟ ها؟ عملتي ايه؟ كسرت كلامي وعندتيني مع اننا كنا متفقين من الاول. إنك أنت هتسمعي كلامي وإن أنا هقرر ترجعي وتكملي هناك مع الوفد. نقرر مش تقرر. وأنا عملت اللي عليا وكلمتك 100 مرة وأنت ما ردتش عليا، وجيت على آخر لحظة قعدت تقول لي يلا ارجعي دلوقتي، وقعدت تشتمني، رفضت حتى إن أنا أتناقش معاك. بلطجة كده، أمر واقع، المفروض أسمع كلامك من غير ما أفتح بوقي خالص. المفروض إن أنا أنسى الحلم اللي إحنا قعدنا نفكر فيه وامشي وراك من غير ما افتح بوقي، صح؟ طب ما انا ياما مشيت ورا كلامك قبل كده. حصل ايه؟ فضلنا محلك سر؟ هو احنا فضلنا محلك سر؟ مقصود
اقصدش. انا اتبهدلت هناك قوي، انا نمت في الشارع ودخلت تخشيبه وانت قاعد على الكنبه بتتمريس عليا وتشك فيا. بس حط نفسك مكاني، لو كان حد قال لك ان في واحده ست بايته معايا في الشقه مش كنت هتشك فيا؟ كنت هسالك مش هتعامل على انها حقيقه وبهدلك؟ انا ما كنتش بشك فيكي. انا كنت حاجز، حاجز وانت بعيد عني، ولا عارف ارجعك ولا عارف اجيلك. انا كنت محتاجاك معايا مش عليا. وانا كمان كنت محتاجك معايا يا انا. افهمي، انا لو مش واثق فيكي عمرك ما كنت تبقي مراتي اصلا. انت طلقتني مرتين يا حازم عشان ما بترديش عليا. انا كنت خايف عليكي وعايزك تخلي بالك من نفسك. انا كنت بخاف منك لما ابنك ده ما رضيتش اقول لك. خفت، خفت تيجي تلحقوا معايا لا تلومني. كنت بكره نفسي كل مره احاول اثبت لك اني قدها ويحصل العكس. انت اصلا اتجوزتني عشان تمشي كلامك عليا. يا ده ايه الراجل الوسخ اللي انت كنت عايشه معاه ده يا شيخ؟ امال ايه انت الحاجه الوحيده اللي انا اخترتها اهو؟ وانا بخاف عليك قوي وانت لوحدك. ده كان كلام كذب برضه. طب ليه الجواب انت؟ رد عليا يا حازم. لما كلمتك اول مره أنا اللي كنت فاكرك بتصالحني، تاري كنت عايز تكلمني تلحق قبل ما أموت. ده أنت غبية. غبية ليه؟ ها؟ عشان عرفت أقف قدامك وأحط عيني في عينك؟ عشان عرفت أثبت لك إن أنا أقدر؟ إيه يا هنا؟ عايزة تثبتي ايه؟ ان انت شاطرة؟ برافو يا هنا، انت شاطرة ونبيها وعلمتي عليها كمان. انا اللي راجل فاشل. خسرت. خسرت قدام الراجل، راجل أعمال أمريكاني مليونير كسبك الدنيا والآخرة. ها؟ مبسوطة كده؟ أنت اللي مبسوط كده؟ حاسس انك راجل زي الفل عشان خلصت من الست بنت 60 كلب اللي بتجري ورا الفلوس واللي كسرتك وعلمت عليك؟ انا راجل زي الفل. ومستنيك تعرف الرجاله الوسخه بتعمل ايه. عايزه تعرف انا ما طلقتكيش ليه؟ وصلك الإجابة قريب. إيه؟ عملتي لي أنا تحليل دي إن إيه؟ مين إداك الحق تعملي كده؟ الله، ده أنتوا متفقين بقى؟ متفقين. لا، أنتِ ما قلتيش لحد إنك هتفتشي شقته. إيه ده، في إيه؟
هو مش انتوا كنتوا عايزين تتاكدوا؟ تتاكدوا من ايه؟ عيل صغير انا معاك هتفتشي شقتي من ورايا؟ مفيش حد عامل لي حساب خالص؟ ما تاخدناش في دوكه. وبدل ما انت عمال تزعق كده فهمنا حكايه الواد ده ايه؟ وعلاقتك بيه ايه علشان يشيل اسمك؟ من فضلك يا حاج اذا سمحت الموضوع ده يخصني انا لوحدي ومش عايز. لا دي مفيهاش خصوصيه يا مونس. الواد ده هيورث فيك. قولي كده بقى. هو ده كل اللي همك؟ ده اللي انت بتفكري فيه؟ يا خساره تربيتي فيكي. وايه اللي بتتكلمي عني؟ اخوك حسه في الدنيا. هو انتوا هتجننوني؟ الواد ده مش ابنه، يشيل اسم ابويا ليه؟ ما تخرصي يا رنا. انا اللي اخرص؟ ده بدل ما تقولي له اللي انت بتعمله ده حرام؟ اختلاط انساب؟ غوري من وش سعاد يا رنا. ولو كان طلع ابني كنتوا هتعملوا ايه؟ كنت هتعملي ايه يا ست هانم؟ كنت هتزعلي قوي علشان مش هتورثي في اخوكي، صح؟ ما هوش ابنك وما تغيرش الموضوع. طب عند بعند بقى، ابراهيم ابني وهيورثني. هو لعب عيال؟ هي كلمة واحدة، ابنك واتحلي الغلط ولا مش ابنك وتفسر لي دلوقتي حالا كاتبه باسمك ليه؟ استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، لا حول ولا قوة الا بالله. طيب يا حاج ابراهيم مش ابني، ابراهيم يبقى ابن هنا وطلقها وكانوا هياخدوه منها في امريكا بحكم محكمة، علشان كده كتبناه باسمي. خلاص؟ ارتحتوا؟ مؤنس يا مؤنس، يا مؤنس يا مؤنس، استنى بقى. نعم، عايزة ايه تاني؟ ممكن تستهدب لله وتسمعني؟ لا إله إلا الله. ها، هي هنا ليه ما بتباتش معاك في نفس الأوضة؟ انتوا ايه حكايتكم معايا بالظبط؟ قبل ما تحب فيا ولا تزعقلي، انا لا فارق لي ورث ولا غيره. انا كل اللي يفرق معايا قصه تبنيك لابنها ده. ده منكر وواجبنا ننهيك عنه يا مؤنس. انا كل اللي فارق معايا اخويا، اطمن عليه. هي هنا ما بتقومش بواجبها الشرعي؟ ايه الهبل اللي انت بتقوليه ده؟ لا طبعا بيحصل. اوعى تكون فاكر انه سهل عليا ان انا اتكلم معاك في الكلام ده، بس انا بقول لك كده بس عشان تبقى عارف انها مش هتقدر. مش هتقدر على ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب. انت مين اللي قال لك الكلام ده؟ انا ست يا مؤنس وعارفه، اتجوزت مرتين فحاسه بيها. ست مننا ما بتقدرش تبقى مع راجل تاني بجد الا ما بتنسى اللي قبله. احنا مش زيكم. شيرين، انت في حاجات كتير ما تعرفيهاش. هنا في مشاكل بينها وبين طليقها قد كده من قبل ما انا اعرفها اساسا. وانت بقى اديت لها فرصه عشان تعدي المشاكل دي؟ تفتكر هنا لو كانت رجعت مصر وهي مش متجوزاك ما كانتش رجعت له؟ امال قبلت ليه تتجوزني يعني؟ عشان انت ما تترفضش يا مؤنس. مفيش ست في الدنيا هيجيلها راجل زيك عند كل حاجة بتتمناها وهتقول لا. ايه اللي حدفك علينا؟ ما خلاص بقى خلصنا. أقول لك إيه؟ هو شاهين مات إزاي؟ مين شاهين؟ مين شاهين؟ شاهين اللي أنت قتلته؟ قسماً بجلال الله، لولا اني خايف على ابراهيم يكبر ويعرف ان ابوه قاتل ورد سجون لكنت وديتك في 60 داهية. انت خسيس يا مؤنس، ولا يفرق معاك ابراهيم ولا غيره.
يعني لو انت متاكد من اللي انت بتقوله ده ما كنتش هتسمع عليا. ليه؟ صعب عليا مثلا اني احقق واتاكد بنفسي؟ مش حال ما انت مجربني بنفسك قبل كده؟ هو مش من 100 سنه تقريبا ولاد الحلال دلوك على واحد اسمه مؤنس وقالوا لك بيجيب التايهه فاستنجدت بيا وفي ظرف كام ساعه كنت اللي بتدور عليها قدام عيني. لا جدع انا صابر عليك مع ان اذيتك يا ابني مفيش اسهل منها. انت عايز ايه دلوقتي؟ عايز ام القسيمه يا بني ادم. بطل استعباط بقى واسترجل شويه. انت بتتكلم بجد؟ انت بتضحك على ايه يا بني ادم؟ انا قلت لك كلمني زي ما بكلمك. الله يلعنك. طب حسيت ايه؟ عايز القسيمه. حاضر بس انت صعبت عليا. اصل انا مش فاهم يا زان ما وصلتلكش. انا بعت الغبة ببيتكم يعني اعمل ايه تاني طيب؟ قسيمة ده التاريخ. طلقتها يوم ما جت تسألني إذا كنت بحبها ولا لأ. استغفرتك يا شيخ مؤنس. قال لي هي محرمة نفسها عليك ليه يا شيخنا؟ ليه؟ 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 تكونش قرفانة منك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه كده يا هنا؟ معلش ربنا يصلح الحال. استأذنك أنا بقى عشان مراتي فوق مستعوقين ومبتقدرش تستغنى عني. ما ينفعش تفضل قاعد كده. انت بالذات ما ينفعش تنكسر. ما ينفعش ليه؟ عشان انت كبير. كبير. ما ينفعش واحدة ست تعمل فيك كده. سيبني لوحدي يا حاج. مش هسيبك. مش هسيبك الا لما تقوم وتصلب طولك. تغور في داهية هي وابنها. اللي اديته اسمنا وبرضه ما عجبش. يبقى شوف بقى حاج خلصنا من التدبيسة دي ازاي. كان لازم انبهك. ده صنف واطي من الحريم انا عارفه كويس. اللي زي دول لازم نرميهم ورا ظهرنا. وندوس عليهم كمان. وبعد ما ندوس عليهم ايه اللي هيحصل؟ هنكمل حياتنا عادي كأن مفيش حاجة حصلت صح؟ ايوه هنكمل مع الناس اللي بيخدمونا برموش عينيهم اللي بيتمنونا الرضا نرضى. وبالنسبة لأولادهم ولادهم اتربوا احسن تربيه وكبروا بعيد عن نجاستهم. كبروا كارهين اللي خلفوهم. انا عايز اعرف ايه مناسبه الكلام ده دلوقتي؟ ولا الست هانم فكرتك بامك؟ طبعا
ما هي أشكال قذرة زي بعض. ما تقولش عليها كده. أنا عايز أعرف أنت زعلان على مين فيهم. كنت عايز تفضل مع أمك يا مؤنس علشان تقوم في يوم من الأيام تلاقيها سايباك لوحدك. ما كانش هتسيبني. أنت اللي خليتني أقطعها. أنت اللي كرهتني فيها. عشان بدت نفسها علينا. ولعلمك لولا عندها ورجوعها في كلامها كان ممكن نكمل مع بعض. بس أنا عملت كده علشان أحميك. يعني أنا السبب؟ طب ليه؟ طب ليه أنت اتجوزت رقاصة من الأول؟ علشان حبيتها. حبيتها بس معرفتش احكمها. زي الست هانم اللي نزلت من عندك لبيت طليقها عشان تستنجد بيه. نصيبنا كده يا ابني. نصيبنا كده. أنا حاسس بيك يا ابني. أنت محتاج وقت تهدي أعصابك. غير جو كام يوم وإن شاء الله هترجع مؤنس ابني اللي أنا أعرفه. وبعد كده نتكلم. نقلت هدومها عندي. يعني مش قرفانة مني ولا حاجة. يعني لسه بتحبني وعايزاني. بص. كان نفسي تاخد قسوة أمك. طلعت خايب زي أبوك. افتح افتح الباب بقولك. افتح بقولك. ما تخافش. I'm not scared. امشي امشي من هنا. انا جوه صح؟ انتوا عايشين مع بعض؟ مالكش دعوة. رد عليا يا ولد. أنا فين؟ مش هنا. كذاب. أنا جوه. أنا متأكد. ما ينفعش تشوفك. You've done enough. Leave. ده إيه اللي جابك هنا؟ إيه اللي جابك مصر؟ أنت جيت من نفسك؟ واتقابلته صدفة ولا هي اللي جابتك؟ ها؟ هترتاح يعني لو عرفت قابلتني صدفة؟ ما تلعبنيش في الكلام زي ما الزفت التاني بيعمل. على فكرة أنا واثق فيها جدا. واثق فيها وجاي علشان أصالحها. هنا هنا. Shut up and leave or I'll call the cops. في إيه يا زياد؟ هنا؟ ده أنتِ؟ هنا هنا
تفتح اقسم بالله ما هعمل لك حاجه. انت ما تقدرش تعمل حاجه. انا لو اقدر افتحك ما اخليش اي حد في الستيتش يتعامل معاك with respect. ولا ما فيش حد في الدنيا دي كلها هيفرق معايا الا هي. انا عشان خاطري قولي لي طيب ايه اللي يرضيكي؟ قولي لي. انت سامعاني؟ استحلفك بالله ما تعمليش فيا كده. هي مش عايزه تشوفك. بليز ليف. دي مراتي. فاهم يعني ايه مراتي؟ مراتي اللي بحبها ولا يمكن هستغنى عنها. هي بس زعلانه زي اي واحده بتزعل مع جوزها يا زياد. ها عادي يعني انت هتمنعني عن مراتي؟ شوف ونستاذ. انا والله العظيم انا اسف انا ما اعرفش انا عملت كده ازاي. ارجوك يا زياد خليها تسامحني. قول لها كمان ان طليقك جالي على فكره. جالي وقال لي انك رحتي له وسالتيه اذا كان لسه بيحبك ولا لا. This is not an excuse. صح انت صح. انا ما عنديش اي اعذار ابدا. انت صح. بس هي كل الحكايه ان الشيطان اتملك مني وما بقتش شايف اي حاجه قدامي. انا لا يمكن كنت هاذيها. مستحيل اذيك يا هنا. ارجوكي بقى انا تعبت. افتحي الباب. هنا ارجوكي وحياه غلاوه ابراهيم عندك عايز اشوفك. ما تفتحلوش. لا ما تفتحلوش. اوكي ما تقلقيش. لا مؤنس انا مش بتحبك وانت عارف كده وانت جوزتها وعارف اللي هي مش بتحبك. لا بتحبني. اسألها قولي له انا انك بتحبيني. بس انا اللي حمار وحقير وغبي. صبرت وعلى اخر لحظه ضيعت كل حاجه مع انها خلاص كانت جايه من نفسها. لو بتحبها امشي. ده اللي هي محتاجاه. حاضر. Put yourself together and go. طالما ده اللي هي محتاجاه يبقى حاضر. أنا آسف يا هنا. لو ده اللي هيريحك همشي. أنا بس كنت حابب أطمن عليك. ايه اللي جابك؟ جاي لك علشان نتحاسب. امشي من قدامي يا مؤنس. يختفي من حياتي والا قسما بالله العظيم. ايه؟ هتقتلني؟ تمام. هو كده لازم واحد فينا يموت النهارده. انا قدامك اهو. السبب في كل اللي انا فيه ده انت.
انت السبب في كل الخراب اللي انا شفته. انت ما شفتش حاجة. انا اللي صبرت واستحملت اللي مفيش راجل في الدنيا يطيقه. هي خلاص كانت هتحبني، لكن انت فضلت واقف لي زي الشوكة في الزور. وعزة وجلال الله، انت ما كنت تستحمل يوم واحد من اللي انا شفته. صح، بس انا كنت فرحان فيك قوي عشان انت راجل ندل يا مؤنس. طمعت في الحاجة الوحيدة اللي كانت عندي. انا ما خدتهاش منك غير لما انت سبتها يا اخي. انا عمري ما كنت ندل. انا فضلت واقف جنبك وطمنتك على مراتك وابنك، وانا ما كنتش لسه حتى اعرفك ولا كنت عايز منك اي مقابل. وانت عملت كده ليه؟ عشان راجل شاب ولا عشان بتحب مراتي؟ قلبي راح لها غصب عني، بس جاهدت نفسي وما قربتش منها طول ما كانت على ذمتك. ولما العده بتاعتها خلصت اتجوزتها على سنه الله ورسوله. قول لي انا كده غلطت في ايه؟ غلطت عشان ما اديتلهاش الجواب، عشان انت عارف كويس قوي انها لو كانت قريته كانت رجعتي وما كانتش عبرتك. يا اخي العن ابو ده جواب. ايوه انا ما اديتهاش الجواب، وايوه انا اللي خدته من الشنطه بايدي. وانت خلاص لقيت بيك الدنيا كلها، ما لقيتش حد غيري يبقى مرسال غرامك. عايزنا اوصل للبني ادمه اللي انا بحبها جواب حب بايدي، في احتمال ولو 1% انها تبقى مع حد تاني غيري. وانا لو كنت اعرف انك بتحبها كنت سبتك عايش على وش الدنيا من اصله. وانا كمان ما كنتش طايقك، وكنت عايزك تاخد الجواب ده وتغور من حياتي، بس انت اللي اصريت. بقولك ايه؟ انا لسه دافن مراتي النهارده الصبح وفعلا كفيني. يعني انت وهنا هترجعوا لبعض وانا هخرج من المولد بلا حمص؟ لا مش هيحصل، على جثتي. يا هقتلك يا هتقتلني. انا مش هعيش لليوم اللي هشوفها معاك فيه. ولا ايه؟ مش حال ما انت كنت عاملها قبل كده. بقول لك انا بحب مراتك. ايه؟ مش كنت عايز تقتلني لما خدتها غصب عنها؟ خلينا اهو قدامك راجل لراجل. دوس. دوس بقى وريحني وريح نفسك. دوس. اللي بيقتل بيشوف جراحة. اقتلنا انت. حياتي يا أخي.
انت هتحب ساره قوي. مفيش حد شاف ساره ومحبهاش. احنا ملناش غير بعض يا هيما. ملناش غير بعض. انا اكتر حد في الدنيا دي بيحبك وبيخاف عليك. مستحيل هسيبك في البيت مع واحدة غريبة وانساك زيهم. مستحيل. هي سابتني وسابتك انت كمان. ها قالك ايه؟ قال ان مؤنس جه البيت امبارح وقال انه مسافر وكان معاه ابراهيم. انتوا فين دلوقتي؟ نجيلكم على المطار انا وزيه؟ فانا بتكنسل برضه يا هنا. فيش طريق تاني يا حازم؟ ده لا كله احمر. بسرعه بسرعه الله يبارك لك. اصلها ساعات زحمه ربنا يخدها. اهي ردت ردت يا هنا. هكلمك تاني هكلمك تاني. انا حاولت اكلمه برضه مقفول، بس قدرت اجيب رقم الرحله وميعادها من البنت اللي بتحجز لنا لما بنسافر. حجزت له امبارح هو وابراهيم. هبعتهولك حالا على الواتساب. ان شاء الله تلحقيه هنا. ان شاء الله. ابعتها لهشام. حاضر. يا رب يا رب. أنا حاسس بيك يا ابني والله. حاسس بيك. بس اطمن. أنا هعوضك عنها وعن أي حد. مش أنا كفاية؟ أنا متأكد إنك لو اتكلمت هتختارني أنا. علشان أنت بتحبني زي ما بحبك. انت هتعيش معايا يا ابراهيم. هعلمك كل اللي نفسك تتعلمه وهخليك احسن مني باذن الله. بس انا مش عايزك تكرهها. ممكن بس هي برضو كانت لازم تعرف قيمتك اكتر من كده. عارف ليه؟ علشان انت الدنيا وما فيها. ربنا سبحانه وتعالى له حكمة في كل حاجة بيعملها يا هيما. هو ما رزقنيش بأولاد. حكمته ما رزقنيش بأولاد بس رزقني بيك انت. علشان كده انا مش هفرط فيك ابدا ابدا. هشام اهو. رد عليه. ها؟ ايوه حازم. بص، معتز عمل تشيك على الرحله وانا بعت لك رقم الجيت. أنا بحاول أوصل لأي حد يعرف أي ظابط في المطار. حاول تشد أنت بس بسرعة في الطريق لأن الطيارة قدامها أقل من ساعة وغالباً كده هتطلع في ميعادها يا حازم. طب اقفل اقفل أنت يا هشام بسرعة الله يبارك لك. إبراهيم هيروح مننا. لا 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 هيروح مننا يا حازم. لا لا في إيه دي؟ ما تقوليش كده. إن شاء الله نلحقه بس سامح ربنا. يا رب يا رب. توصل بسلامة يا فندم. الله يسلمك. شكرا. افتح من بره يا باشا. شكرا. من بره. لا 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 لو سمحت حد ظابط فين؟ مسألة حياة أو موت. شكرا. ابني خلص مطار وهعدي عليك على طول. لو سمحت بعد إذنك في واحد خطف ابني وطلع يسافر بيه، ممكن توقفه؟ خليك معايا. روح يا فندم بقى واحكي لي حصل ايه. واحد اسمه مؤنس واخد ابننا وطالع بيه على طياره دلوقتي حالا. دلوقتي هتطلع يسافر بيه ازاي؟ مش هيقدر طبعا. لا لا هيقدر، ما هو الولد معاه باسبور باسمه. انا مش فاهم منكم اي حاجه.
بس المنطقه دي ممنوع اي حد يدخلها غير المسافرين. والنبي ابوس ايدك تسيبني عشان للاسف مش هقدر مش هقدر. مفروح. والنبي خلاص. الو عامل ايه؟ عامل ايه؟ سيد طيران عشان اعدي وحالي. لو سمحت اعجزلنا على اي طياره طالعه دلوقتي حالا. هات باسبورك. لا لا مش معايا. حضرتك عايزه تسافري فين؟ اي حته اي حته المهم اي بلد من غير فيزا وتبقى طالعه دلوقتي حالا. انت بتعملي ايه يا هنا؟ بتعملي ايه؟ حازم ما تقلقش انا هعرف ارجعه صدقني. حضرتك عندي طياره لبيروت كمان ساعه ونص بس معاكي 2000 دولار كاش؟ انا هسحب لك حالا حالا. اوكي استاذني في الباسبور. اتفضلي اتفضلي. خليك معايا على التليفون. عن اذنك عن اذنك معلش معلش. معلش انا اسفه. والنبي بسرعه ابني مخطوف وممكن ما اشوفوش تاني. ابوس ايدك. حضرتك معاكي شنطه؟ معيش. بسرعه بقى ابوس ايدك. انا دخلت على البوردنج اهو. شكرا. هوش ابنك لوحدك. ابني انا كمان. انت اتجننت؟ بتقول ايه؟ ده مش ابنك. انت بتاخده مني عشان انا مش عايزه ابقى معاك. مفيش حاجه في الدنيا تثبت انه مش ابني. انت فاكرني هسيبه على جثتي ده ناكلك حي؟ انت نسيت انا اللي انت عرفتها من الاول ولا ايه؟ سيب ابني. ما نسيتهاش. لا ما نسيتهاش. انا خدته علشان هو حته منك. علشان هيفكرني بيكي. افهمي بقى. خدته علشان هو ممكن يكون الامل الوحيد اللي يخليكي ترجعي لي تاني في يوم من الايام وتحبيني من قلبك. انا عمري ما احبك. ليه؟ ليه؟ ما تحبنيش ليه؟ ده انت قدري. نصيبي اللي جالي لحد عندي مرتين. ربنا طول الوقت كان بيبعدك عنه ويردك ليا. تقومي تحبيه هو وانا لا. ليه؟ ما حدش بيختار بيحب مين وبيكره مين يا مؤنس. انت نفسك حبيتني واتجوزتني مع ان كان في ست بتموت فيك وبتعشق التراب اللي انت بتمشي عليه. تقدر تقولي انت بتحبش ساره ليه؟ عايزك تطلع الطياره. ايوه معاك على الطياره. انا مسافر. هرجع لساره وهحبها علشان هي اللي تستاهلني لكن انت لا. صح صح صح. سافر لها روح لها. هي فعلا تستاهلك وانت راجل كويس. بس ابني لا. انت وعدتني انه مش هيسيب حضني. تقوم انت اللي تاخده مني. لا يا مؤنس لا. ابراهيم هيفضل معايا علشان انا اللي هعرف احافظ عليه. لما تحبي تشوفيه
متهيألي انك تعرفي عنواني كويس في امريكا. طب انا اسفه يا مؤنس، انا عارفه ان انا غلطت في حقك، انا عارفه ان انا ضايقتك مع ان انت عملت لي حاجات حلوه كتير. ده انا عمري ما شفت نظره الاحترام من اي حد غير منك انت. بس اعمل ايه، ما قدرتش احبك، بس سيب لي امي. طب هنا ارجوكي ما تعيطيش. طب ما تستهدي بالله بنت الحلال وتيجي معانا. على فكره انا احنا ممكن نحجز الطياره اللي بعدها ونسافر مع بعض. انا هو معانا على التليفون؟ انت عماله بتشتغليني كل ده بالكلمتين دول وسايباه ما بيننا على السماعه؟ طب اسمع بقى يا اللي اسمك حازم، انت ابراهيم معايا ومش هتشوفه تاني، علشان انت ولا تستاهله ولا تستاهلها. انت اخرك جواب صايص زيك، لكن انا اهد الدنيا علشان خاطر الست اللي معايا اثبت لها قد ايه انا بحبها. سامع؟ سيب ابني يا مؤنس احسن لك، سيب ابني. هتيجي معانا ولا لا؟ انا طب مؤنس مش انت عايزني اسامحك؟ انا هسامحك والله، يا سامحك، وهنسى اي حاجه وحشه حصلت ما بيننا، والله العظيم هنساها وهفتكر لك كل حاجه حلوه. بس سيب لي امي والنبي ما تاخده مني. يبقى انت اللي اخترتي وهو مصيره هينساكي. لا، ما فيش حد بينسى امه. فاهم يعني ايه؟ مهما عملت لو جبت له احسن حاجه في الدنيا مش هينساني. ما فيش حد بينسى امه، فاهم؟ وهيكبر ويكرهك يا مؤنس، عارف يعني ايه هيكرهك؟ لان انت اللي حرمته مني. الام ما بتتنسيش يا مؤنس، مفيش حد بينسى امه، صح؟